السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا أنا طبعا راكب ولست سائق، شد الحزام تعرف وارد. المرأة السعودية سوف تسوق وتقود السيارة بعد ساعات. هذا القرار صدر من القيادة بعد مشاورة العلماء، وعرفتم أنتم فتاوى كبار العلماء وكثير من المشايخ استدلالا على المصالح والمفاسد، والذين أجازوا هذا إنما استندوا إلى فقه واقع مستند إلى أدلة شرعية. فلا نثرب على أحد ولا نعنف على أحد، حتى الدولة أصلا ما غصبت الناس، قالت يقود نساءكم، اللي يريد تقود ابنته زوجته وأخته بالضابط الشرعي تقود، والذي لا يريد يمسك عياله، والحمد لله الأمر واسع. ولكني أوصي أخواتي وبناتي، هذا أعراضنا، ترى يا أيها الأخ الابن الشاب، ترى هذه التي تقود السيارة هي أختك وبنتك وزوجتك وأمك، الاحترام، هذه أعراضنا. ونحن واثقون في المرأة السعودية لأنها مسلمة صاحبة مثل شريفة تحمل أخلاق الدين، المهم الفضيلة، التربية على الفضيلة. وصيها بتقوى الله، بالاحترام، بغض الطرف، بالاحتشام، بالحجاب. ترى لا يعني السياق التفلت والانفراد، لا، الحجاب. أنا رأينا المرأة المسلمة ساقت في الغرب والشرق مع حجابها وأدبها في معلمات ودكتورات وطبيبات، والحمد لله، عسى أن يكون في ذلك خير، وعسى الله أن يحفظكن. لا تنسوا شد الحزام وإذكار ركوب السيارة والاحترام وغض الطرف ومراقبة الباري سبحانه وتعالى. أسأل الله التوفيق لنا ولي أمر خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وللشعب السعودي ولكل المسلمين، وشكرا.